قلت هذا اليوم انطلقت فروع النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تنفيذ يوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني. ونعتبر نحن في النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذا الواجب الذي يطوقنا سواء في عضويتنا في الاتحاد الدولي للصحافيين أو في تضامننا مع نقابة الصحف الفلسطينية هو استمرار لهذا التعاطف الشعبي والمؤسسات المغربية مع هذه القضية. نعتبر بأن هذا 26 أبريل هي مرحلة إعادة الضوء على هذه الجريمة التي تقع في قطاع لا يتجاوز 40 كيلومتر على 5 كيلومترات بجيش عالمي يريد أن يبيد شعب. لهذا نقول بأنه من العار علينا جميعا أن نساهم في هذا الصمت، على الأقل يجب علينا من موقعنا كإعلاميين أن نعرف بهذه الجريمة، أن نلقي الضوء على حجم الدماء التي تسيل هنا، وأن نقدم عربون وفاء لأكثر من 124 صحفية وصحفي استشهدوا في هذا القطاع في أكبر جريمة لم يعهدها التاريخ فيما يتعلق بسقوط الصحفيات والصحفيين في مناطق النزاع. هذه لحظة سيكون لها ما بعدها، وعلينا أن نكون مساهمين في أولا مناصرة العدل، وأن نكون مساهمين في القيام بواجبنا. أنا بوجه الشكر الجزيل للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على دورها ووقفاتها المستمرة منذ بداية العدوان الإسرائيلي على شعبنا حتى هذه اللحظة. صوت الحر وصوت نقابة الصحافة المغربية مهم في هذه المعركة، لأنه جزء من المعركة هي معركة رأي عام. إسرائيل تقوم بحرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني، ونجد من يحميها من الدول الغربية ويعطوها حق الدفاع عن النفس. أنا برأيي أن الحقيقة انكشفت للعالم، كل العالم، الإنسانية، شعوب الأرض تقف مع الشعب الفلسطيني ضد هذا الاحتلال. نامل من صوتكم أن يؤثر على فتح هذه الجرائم وعلى معاقبة المجرمين وعلى إنهاء الاحتلال حتى ينعم شعبنا الفلسطيني بحريته واستقلاله. النقابة الوطنية للصحافة المغربية تنظم وقفة رمزية تضامنية مع الصحفيين الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى قتل ممنهج وإلى قتل ممنهج من طرف الآلة الإسرائيلية. اليوم نحن ضمن آلاف الصحفيين عبر العالم الذين ينظمون هذه الوقفة التضامنية الرمزية. وقفتنا اليوم انطلقت من الرباط وستستمر طيلة الأسبوع بمدن أخرى بالمغرب، وحيث يوجد الصحفي والمغاربة يوجد تضامن ضمني ومبدئي مع القضية الفلسطينية ومع الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين الذين يتعرضون إلى حملة تقتيل ممنهجة. هناك من يريد أن يحجب الحقيقة، لكن الحقيقة هي حية فينا وحية في وجدان كل إعلامي وإعلامية مغربية ومغربي، ونقول من هنا كل الإدانة للمجازر الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، وكل إدانة لمن يقتل المدنيين ومن يحاول أن يسكت ويقتل صوت الحقيقة. نعم، يعني هذه الوقفة هي رسالة من الصحفيين المغاربة الأشقاء وأصحاب قضية، هم ليسوا متضامنين، هم أصحاب قضية، ولكنها رسالة تشير بأن على العمق الأخلاقي الذي يحمله الصحفيون المغاربة في التضامن مع القضايا الأخلاقية والإنسانية أولا، ثانيا تشير إلى العمق الوطني الذي يربط الصحفيين المغاربة بقضيتهم القضية الفلسطينية وقضية كل الأمة. إن هذه الرسالة هي رسالة رفض وإدانة وانتصار للصحفي الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، الصحفي الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع أشكال القتل وتمارس عليه أبشع أشكال الانتهاكات تجاه الصحفيين وحقوق الإنسان. أيضا الصحفي الفلسطيني مستهدف، هناك أكثر من 180 صحفيا تم استهدافهم وقتلهم، ناهيك عن الصحفيين الذين تم استهداف منازلهم أو عائلاتهم، هناك أمثلة كثيرة وأسماء كثيرة. هناك مجزرة ترتكب بحق الصحفيين في إطار المجزرة التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني ككل. رسالة الصحفيين أمام النقابة الوطنية للصحافة المغربية اليوم تشير بأن الصحفي الفلسطيني ليس وحيداً.